المهندس كمال فهمي نائب وزير الاسكان للتنمية والتطوير. مساء الخير يا باشمهندس. الخير الخير يا صح. اهلا بحضرتك كمال بيه. عندنا شاب في مدينة زايد في منطقة تابعة للمجتمعات العمرانية. تمام. معاه عربية بيجيبها بالليل، يقف بالليل بيعمل سندوتشات في منطقة هادئة جدا ويمشي. أنا عارف إن ده مخالف للقانون ويجب أن يكون هناك ترخيص، ويجب إنه يدفع ضرائب، ويجب لما يوصل الكهرباء يدفع فلوسها، ويجب إنه يدفع فلوس نظافة وكل حاجة. كيف يمكن تقنين الوضع دون الدخول في غياهب البيروقراطية المصرية؟ بصيتك احنا في المدن الجديدة احنا عاوزين طبعا تبقى شكلها مختلف عن المدن الام، فعملنا الاتي علشان ما نجريش ورا زي ما سيادتك بتشوف كده في بعض الاماكن بيجروا ورا الناس الباعة الجاهلين وكده. لا احنا مش عاوزين نعمل هذا الاجراء في المدن الجديدة. احنا عملنا ايه في مدينة الشيخ زايد؟ عملنا سويقة محترمة، باكيات، الباكية 3 متر ونص 3 متر ونص، فيها مية، فيها نظافة، مظللة بحاجة شيك جدا، ودي كررناها في أكثر من مدينة جديدة زي مدينة 15 مايو ومدينة الصالحية، وإن شاء الله بنكرر هذه التجربة في جميع المدن الجديدة. تمام. بنعمل إيه سيادتك؟ كنا حصرنا كل الباعة الجهنية اللي موجود في مدينة، قلنا نبدأ مدينة الشيخ زايد، حصرنا كل الحالات اللي هي الباعة الجاهلين اللي موجودين في مدينة الشيخ زايد، وخدنا بطاقتهم وقلنا لهم يا جماعة في مكان محترم وبرضه في وسط المساكن وليس مكان بعيد عشان ما حدش يقول بعيد عن الناس. وبنديهم هذه الباكيات، عبارة عن باكيات، كل باكية 3 متر ونص 3 متر ونص، عبارة عن متقسمة أماكن، كل نشاط بمكان، زي مثلا الخضار له مكان، الملابس لها مكان، الـ يعني كل نشاط له مكان. فوزعناه وبناخد منهم 20 جنيه في الشهر قيمة حق انتفاع دوبك، بنجيب مكان يا بلاش. بعد اذن سيادتك يعني حاجة محترمة جدا، واتمنى من كاميرا البرنامج تشرفنا وتشوف هذا على الطبيعة. ده قديم وانا شايفه من زمان وموجود. ايوه تمام. وده منطقة كويسة قوي وانتوا عاملينها سوق كويس وفيها الباكيات وفيها البياعين، وده الصبح. تمام. شاب زي ده بيشتغل بالليل وعامل فكرة كويسة ومش عامل ازعاج، ايه هي الصياغه؟ يعمل ايه؟ ما الباكيات دي خلصت واتباعت من زمان ومش هيجي في مكان زي ده. المكان موجودة يا فندم. اتفضل. موجوده ولسه احنا كنا 134 باكيه، احنا خصصنا حوالي 120 باكيه، باقي 14 باكيه فيجي يتقدم بعد اذن سيادتك وياخد هذا المكان. طبعا بندرس الحاله بتاعته ونديله الباكيه تبقى زي بقيه. بس ده شغل الصبح يا دكتور. أنا بتكلم على حد. طب إيه المانع أن تكون هناك وسيلة إذا كانت دي بتجيب له رزق وبتشتغل وما بتعملش تلوث؟ إيه المانع إنها تبقى مصدر دخل ليكوا كمان؟ يعني نوسع الدايرة شوية. هو سيادتك الأماكن طبعًا دي بتبقى غير مجهزة بالمية، غير مجهزة بالكهرباء. إحنا ممكن نعمل ده، ندرسه ونشوف أماكن مختلفة، أماكن أخرى في أماكن ليلية في بعيدة عن الشوارع الرئيسية اللي ممكن يبقى. تمام. فدي ممكن ندرسها ويبقى يعني هو جايب الجنريتور بتاعه وبينظف، ما بتبقاش فيه ترابه في الشارع، احنا شفناه بيشتغل ازاي يعني. فاحنا عايزين نشجع الشباب وكله في اطار القانون. تمام. يجي سيادتك يقدم لنا طلب وندرسه وان شاء الله ممكن نعممه على بقيه المدن ان شاء الله. طيب ربنا يخليك، ده مبادره جيده من حضرتك، انا بشكرك جدا.